استمر مسلسل انقطاع التيار الكهربائي ببرج باجي مختار حتى في أيام عيد الأضحى المبارك مما كبد التجار خسائر فادحة حنا نهضروا كان المشكل تاع الترسيتي عنده يقطع باليومين ثلاث ايام ما كانش قال لي سنطنا نعيطوا للتليفونات يهزوا علينا يقول لك ماناش عارفين واش هو المشكل هذا إحنا راه عندنا الجاج ولا كلام عندنا صور هي تخسر البن لي اورت ومن بعد يجيك الكونترول يفيري في اللي هنا يقول لك هذه سلعه منفوخه سلعه من سلعه الجاج احمر وعينا نفهموا المشكل هذا تاع واه علاش غادي يروح الضو حتى الخمسه سته سبعه صاديبو بالك حتى العشره تاع الليل ديرها نورمال الضو ما كانش ما كانش من الصباح هو ما كانش وما كانش ما كانش عيطوا لهم وراك ما كانش ومن بعد كون قدر الله تبزل لك السلعه ويجي الكونترول يطل عليك يطل بالك جاك باغ اكزومبل يلقاه كيما هكذا دي كونجلا راح وش يدير لك سي يزيه لك الغلطه مش مني انا منكم انتم انت قادر خساره كيما هذه قادر قادر يديهاك بربع ب 4 ملايين 5 مليون يطيشها لك واش تدير انت ولا عنده ولد في الدار لا عنده ولد كيدير له ويعود ما السخانه ما المواطنون اكدوا على ضروره استبدال المولدات القديمه باخرى جديده لحل المشكل وان الانقطاعات تشكل خطر على حياتهم المشكل هذا نتاع تريسيتي تاع الضوء السبب الكبير نتاعو باللي انه الموت المواتير هادو ما يكفوناش المواتير هادو راهم ضايعين راهم كجام ياسر الحل زعما الحل الوحيد يجيبوا تيربين غاز تيربين غاز هو ال... نحن عدنا احصائيات كثافه السكانيه هنا في برج باج مختار ألف نسمه لذا تيربين غاز هو الحل الوحيد المساعد للشعب في برج باج مختار للخروج من هذه الازمه الناس اللي راهي راقده في الطبيب هذا شحال الضوء قاص عليه انسان رانا حائرين يحيى والله يموت والضوء قاص عليه ليبقى استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع ببرج باج مختار حلما يراود ساكنيه